هلو، هالشي ناقي صاير بشة. شغل؟ اي والله. وين تشتغل؟ بالسوق. بالسوق؟ اي والله. شو تحصل يوميا؟ مرات حصل 2000 مرات 3000. اذا كلش السوق قوي. كل السوق قوي؟ خمسة هي. هاي بالقوة كلش؟ بالقوة. وين توديهن؟ اعطيهن لابوي يسوق المدينة للبيت وسوق. ابوك ما يشتغل؟ قاعد عطال بطال. عطال بطال. وين بيتكم؟ بيتنا هنا. ودينا لابوك. تتحمل مسؤولية وانت طفل، هذا أكبر امتحان بالحياة. عباس الضحكة متفارق وجهه رغم قساوة اللي مر بيه، الأب مريض والحال تعبان وعائلة 7 أشخاص عايشين 30 متر. السلام عليكم عمي. سلام. شلون صحتك؟ رمضان كريم. شو اخبارك؟ مرتاح ان شاء الله؟ احنا قناه الفرات الفضائيه. اهلا وسهلا. عباس صادفنا بالطريق. اي. قال انا اشتغل مكان والدي وابوي عاطل عن العمل. اي والله قاعد بطال، لا شغل عادي. الله يكون بعونك. نقدر نصور وياك؟ اهلا وسهلا. الله يسلمك ابو عباس الغالي. اهلا وسهلا. الله يسلمكم. يلا شباب. رمضان كريم ابو علي. علينا وعليكم حبوب. الله يكون بعونك ان شاء الله ويساعدك. بعد روح. أنا عاشت إيدك على هاي التربية، تربية عباس. الله يسلمك أخوي. هو كاد ودك؟ إي والله. يشتغل؟ بالعربة أنا هاي. إي. يطقطق بيها على باب الله. زين. قوت يومكم وسواكم على عباس. والله على عباس، على الله وعلى هالعربة أنا هاي. زين. بس أنا ما ودي يعني أسألك سؤال ربما تنحرج من عنده. الله يسلمك. زين، أنت ليش ما تقدر تشتغل؟ تعبان، يعني أطلع لي ساعتين يفتر بي الدنيا وأرجع، كلش تعبان، إي والله. والله تعبان، الشغل ماكو، وظيفه ما عندي، حتى قرايه وكتابه ما اقرا اكثر. جيت قدمت تعيينات ماكو، بعد تعرف الا شهايد وهاي. وقاعد. البيت اللي قاعد فيه ملك؟ لا والله، بيت اهلي، بيت والدتي، واحنا 4 أخوان بيه. 4 أخوان؟ اي والله. بيت هذا الصغير؟ بهذا الصغير، 4 عوائل. ايش قد مساحه البيت؟ كل 90 متر. انا بيوت